هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير، أهلا بكم معنا في مسار السوق وحلقة جديدة لهذا اليوم. أقدمها أنا مؤمنة فاعور وزميلتي رولا الطراونة. أهلا سعد مساك. هلا فيك. طبعا السوق كانت قد بدأت تعطينا إشارات الأسواق الخليجية إلى قرب استعدادها لسماع نتائج اجتماع الدوحة يوم الأحد القادم، ويبدو أنه هذا سيكون محك هام جدا لتحركات الأسواق، بالإضافة طبعا لنتائج أعمال الربع الأول. صحيح، طبعا سنعطيكم تفاصيل عن إغلاقات الأسواق الخليجية لهذا اليوم، ولكن بعد جولة حول أبرز العناوين. وطبعا نرحب بضيفنا في الاستوديو السيد وضاح الطاحة، أهلا بك. أهلا وسهلا. مؤشر دبي يغلق عند أعلى مستوى خلال 5 أشهر، وأبوظبي يقفز أكثر من 1% محققا أعلى سيولة منذ بداية 2016. رئيس مجلس إدارة الدار العقارية توقع في حديث لسي إم بي سي عربية أداء جيدا للشركة خلال الربع الأول، مع توفر سيولة تصل إلى 6 مليارات و300 مليون درهم. وفي نتائج الشركات القطرية، أرباح المستثمرين ترتفع نحو 19% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 75 مليون ريال. إلى تفاصيل الإغلاق مشاهدينا، اليوم افتتحت معظم الأسواق على ارتفاعات أرجحت في بعض المناطق وتعود لتغلق في المنطقة الخضراء. المؤشرات الكويتية افتتحت وأغلقت في منطقة خضراء، بأخص الكويت السعري على ارتفاعات 16 نقطة المئوية، اليوم كاسب ب 31 نقطة، الحال مشابهة أيضا على الموزون بحوالي 19 نقطة المئوية من الارتفاعات بقيمة 3 نقاط عند 364 نقطة، والارتفاعات الأكبر للمؤشر القيادي بنسبة 1.1 نقطة المئوية بقيمة 9 نقاط عند 861 نقطة. ولكن الحال كان متغير في الأسواق الإماراتية التي كانت قد تأرجحت في المنطقة الحمراء، بالأخص في سوق دبي المالي الذي شهد تراجعات بحوالي 13 نقطة المئوية إلى أكثر من ذلك، ولكنه عاد لتقليص تلك الخسائر ليكتسب عن جديد حوالي 18 نقطة المئوية، ويكتسب مستويات مجددا عند 3500 نقطة، صعد فوق تلك المستويات بأعلى من ذلك، ولكنه عاد لقلصها ليقف عند تلك الحواجز 27 نقطة من المكاسب، مع نهاية التداول مع أحجام تداول وصلت إلى 500 ألف سهم، وسيولة أيضا كانت نشطة خلال الجلسة الحالية كما شهدناها يعني منذ بداية الأسبوع. أبو ظبي الحال كان مرتفع منذ مطلع التداولات، زاد مع نهاية الإغلاق إلى نسبة 1% عند 4454 نقطة. كان لدينا عدد من القطاعات الداعمة، قطاع الاستثماري والعقاري في سوق دبي المالي كان داعم بشكل كبير، وأيضا كذلك قطاع الطاقة والقطاع العقاري في سوق أبو ظبي المالي ارتفاعات كانت جيدة. في البحرين ارتفاعات 10% مع الإغلاق، مسقط أقل من 10 نقطة المئوية، وبورصة قطر تغلق على استقرار ولكنها مائلة للمنطقة الحمراء عند 10245 نقطة. كانت قد وصلت يعني بورصة قطر خلال الجلسة الحالية بتأرجح ما بين المنطقة الخضراء والحمراء، ولكنها تغلق على استقرار عند الإغلاق السابق. وأطلقت شركة الدار العقارية مشروع ياس بقيمة 6 مليارات درهم، بحسب رئيس مجلس إدارة الدار العقارية أبو بكر صديق الخوري، الذي أشار خلال مقابلة خاصة مع سي إم بي سي عربية إلى أن المشروع يمتد على مساحة تصل إلى 2,700,000 متر مربع، متوقعا أداء جيدا للشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع توفر سيولة تصل إلى 6 مليارات و300 مليون درهم. أمس وكذلك اليوم في سيتي سكيب هو مشروع ياس إيكرز اللي يمتد على 2,700,000 متر مربع، ويتكون من ما يقارب 1,300 وحدة أغلبها تاون هاوسز وفلل، يقدر أو تقدر قيمة المشروع بما يقارب 6 مليار درهم. وهذا المشروع إن شاء الله سوف يعني يتم إنجازه على مراحل، بننتهي إن شاء الله من المرحلة الأولى خلال 4 إلى 5 سنين، والمشروع بالكامل إن شاء الله خلال 7 سنين. أريد أن أسألك سؤال، هل هناك أي توجه للقطاع الضيافة، خصوصا نحن مقبلين على العديد من الأحداث العالمية في الإمارات، هل هنالك أي توجه؟ طبعا شركة الدار عندها بنك أراضي كبير، ونحن في دراسة
عدة مشاريع فيها فنادق وريزورت بنعلن عنها إن شاء الله في وقتها. كم تقدر قيمة الأراضي الجاهزة أو قيد التطوير في الدار العقارية؟ والله نحن عندنا ما يقارب 70 مليون متر مربع متفرقة في الإمارات، أغلبها يعني البنية التحتية فيها جاهزة أو موصلة. قيمتها طبعا تقديرية، في القيمة الحسابية اللي موجودة في الكتب، في القيمة التقديرية اللي يقدرها المحللين والأشخاص اللي مثلكم. آخر سؤال، ماذا عن توقعاتكم لأداء الربع الأول خلال عام 2016؟ أنا إذا بجاوبك على السؤال هذا، طبعا السؤال هذا شوي حساس، لكن شركة دار أدت أداء جيد جدا خلال 2015. الأرباح زادت إلى 1.6 مليار من 1.2 مليار في 2014. نزلنا نحن ديوننا من 14 مليار قبل 3 سنين إلى 6 مليار سنة. الوضع النقدي جدا ممتاز، عندنا ما يقارب 6.3 مليار درهم، وماشيين على استراتيجيتنا ومسيرتنا، وإن شاء الله الأرقام تكون كلها جيدة إن شاء الله. ولمزيد من التفاصيل مشاهدينا عن الأسواق الإماراتية وأيضا العربية وإغلاقاتها مع السيد وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد CISI في دولة الإمارات، أهلا بك معنا سيد وضاح. أهلا وسهلا. نتحدث اليوم عن حركة المؤشرات، معظمها في الأسواق الخليجية سجلت ارتفاعات بعكس ما سجلته الأسواق النفطية من تراجعات وصلت إلى حدود 2% تقريبا من التراجع. الآن كيف تقيم معامل الارتباط الذي كان مرتبط بشكل كبير مع الأسواق الخليجية؟ الآن نجد أنه معاكس. الحقيقة يعني المعاكسة إذا أخذناها على صعيد الإطار اليومي لمدة شهر تعتبر نسبيا محدودة. وصول أحيانا وصول المؤشر عند مستوى معين يعطي إشارات إيجابية من الناحية الفنية تجعل الدخول المضاربي أقوى، فبالتالي بعض الأحيان يتم تجاهل وقتي لأسعار النفط، ليس بالضرورة أن يكون الرد الفعل للأسواق رد فعل فوري عندما مباشرة الآن نزلت أسعار النفط الآن أثناء التداول تنزل، ليس بالضرورة، ولكن قد يكون هذا ينعكس بعد يوم. نتائج الدراسة الآن قبل قليل مع CNBC اللي استخرجناها لمعامل الارتباط، برنت مع سوق دبي في شهر ابريل الايام هذا مع نعم في هذه لكل الاشهر، لاحظ العمود الاخير يناير العفو ابريل 89% مع ابريل. السؤال لماذا انخفض في مارس او في فبراير الشهر الثاني والثالث؟ كانت هناك توزيعات أرباح وكان هناك نتائج أدت إلى هذا الانخفاض. عودة الارتباط القوي إلى 89% لدبي في شهر أبريل دليل على استمرار الارتباط القوي مع النفط، وطبعا حتى مع النايمكس. هذا أيضا الارتباط يكون أقوى مع بالسوق السعودي أيضا مع في أبريل مع خام برنت. دعونا نلقي نظرة على ارتباط سوق السعودية. نعم، إذا فيما يبدو أنه يعني نلاحظ مع أنه أبريل إحنا ما زلنا في منتصفه، بس انظر إلى أسعار النفط في تحسن كبير جدا، تقريبا إحنا لمسنا 45 دولار للبرميل بالنسبة للبرنت. نعم. بعكس أداء جلسة اليوم اللي كان شوي في متراجع، لو استمرت بعد اجتماع الدوحة دعنا نقول، وكان في تثبيت لمستويات الإنتاج، للأقرب يقولوا أنه حيكون في تجميد لمستويات الإنتاج. نعم. حنشهد قفزة في أسعار النفط؟ معامل الارتباط حيتحسن عندنا؟ إحنا حتى نصل إلى نتيجة موضوعية، يعني نتفق على أساس التقييم. أساس التقييم ما هو الموجود فعلا على الأرض؟ الموجود فعلا على الأرض وجود فائض نفطي يومي 1.8 إلى 1.9 مليون برميل. هذا الواقع لا يقود إلى النتائج الحالية. نحن متمسكين مضاربيا ومتمسكين بتجميد الإنتاج. تجميد الإنتاج عمليا كل الدول المجتمعة باستثناء السعودية قريبة من مستويات قياسية تقترب من الحدود القصوى للإنتاج. العراق وصل إلى حد الشهر الماضي 4.550 برميل وهو الحد القياسي، حتى من يوصل تثبيت الإنتاج هو يكون عند الحد الأقصى. بالتالي
من ناحية عملية، من ناحية عملية، هل التجميد يؤثر على أسعار النفط؟ الحقيقة التجميد يبقي الفائض كما هو، الطلب سينمو في النصف الثاني، وبالتالي رد الفعل إن حصل سيكون مضاربي. أما من ناحية الأجندات، واقع الحال، هل أنه إيران ستكون الطرف المعاكس أو هل ستكون هي الطرف المعارض؟ بالتالي إذا حصل أي من هذا النوع من الخلاف، أنا أعتقد أساسا هو الاتفاق باعتقادي سيكون هش بسبب اختلاف الأجندات حتى حول ما يحصل في المنطقة يعني. طيب، لماذا معامل الارتباط بين السوق السعودي وخام برنت هو أعلى منه يعني من الأسواق الأخرى 95% تقريبا، بينما مثلا دبي 85 أو 89؟ 89 الحقيقة. يعني السوق السعودي في قطاع البتروكيماويات، وقطاع البتروكيماويات له وزن مهم جدا في المؤشر السوق السعودي، وعلى هذا الأساس يكون أكثر ارتباطا. علما أنه لو قسنا الارتباط في شهر 4 بين السوق السعودي وسوق دبي، نجد أنه الارتباط من حيث الحركة يصل إلى 98%، وهو أقوى ارتباط، بل أقوى من الارتباط بين سوق دبي وسوق أبوظبي، وهذا استثناء. السبب أنه ارتباط سوق أبوظبي أقل من ارتباط سوق دبي، يصل تقريبا بين 74 إلى 77%. السبب وجود ثقل اتصالات في مؤشر سوق أبوظبي، واتصالات معامل ارتباطها مع النفط كسهم دفاعي ضعيف، بل كان في الأشهر الماضية كان سالب. يعني عندما يرتفع السهم اتصالات النفط اتصالات ينخفض، والعكس صحيح. بالتالي هذا يدل على أنه سهم دو وسهم اتصالات هي أسهم دفاعية. ليش ما حصل عندنا في سوق أبوظبي دو خفف الارتباط مثل ما حصل اتصالات؟ الجواب هو أنه دو وزن دو في المؤشر ضعيف ومحدود، لا يؤثر على شدة الارتباط بين مؤشر سوق دبي وبين برنت وخام نايمكس. أرجو أن تبقى معنا طبعا أستاذ وضاح، نعود بعد قليل، لكن نتدارس أوضاع الشركات. عندنا على الأقل مثالين من أسواق الإمارات لشركات ترغب في رفع رأس المال المصرح به، وكنا قد تابعنا يعني حتى نوضح للمشاهدين الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المصدر والمدفوع، بعد قليل والتفاصيل. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. ونعود من جديد طبعا مع ضيفنا السيد وضاح الطه، وسؤالنا حول استراتيجيات الشركات. أستاذ وضاح، سمعنا من دبي الاستثمار والاتحاد العقاري برغبتها في رفع رأس المال المصرح به أو رأس مال طبعا المرخص به، لماذا يعني يطالبون بهذه الحصة وليس برأس المال المدفوع؟ لاحظي، رأس المال المصرح به أو اللي هو يسمى authorized capital، اللي هو رأس المال الذي حصلت عليه الموافقات القانونية من الجهات الرقابية بالإضافة إلى الجمعية العمومية، وهذا رأس المال يكون عادة أكبر من رأس المال المدفوع، والحد الأقصى لرأس المال المدفوع paid up capital أن يصل إلى مستوى الرأس المال المصرح به. عندما الاكتتاب مثلا، أما مثلا أحيانا كثرة إصدار توزيعات أرباح بالأسهم يؤدي إلى زيادة رأس المال بالأسهم ويجعله يقترب من رأس المال المصرح به، فعندما يقترب أو عندما يكاد يتجاوز فتضطر الشركة إلى رفع رأس المال المصرح به، وهذا يتطلب استحصال موافقة الجمعية العمومية. أحيانا يتطلب رفع رأس المال للحاجة إلى السيولة، يعني ليس فقط عن طريق حقوق
حقوق أولوية، يعني ليس عن طريق توزيعات أرباح ومكافأة المستثمرين، عن طريق توزيعات أرباح. فعندما يكون رأس المال المدفوع قريب من المصرح فيه، تتم عملية أو المباشرة بعملية رفع رأس المال المصرح به حتى تستطيع الشركة من الحصول على التمويل من ضمن من الداخل، يعني من المستثمرين، لعمليات توسيع. يعني احتمال دبي باركس تلجأ إلى طلب زيادة رأس المال، دبي الإسلامي على سبيل المثال، إذا 25% ضمن السقف رأس المال المصرح فيه، فبالتالي يتم الزيادة. لكن إذا كانت الزيادة تفوق رأس المال، فبهذه الحالة يتم زيادة رأس المال المصرح فيه. طيب، دعني أعود للأسواق مرة أخرى سيد وضاح. خلال الأيام الحالية بالأخص هذا الأسبوع رأينا سيولة تدخل إلى الأسواق بشكل أعلى من الأيام السابقة والأشهر السابقة، هي متزامنة مع إعلان الشركات لنتائجها المالية. يعني هل هذه نقيمها سيولة مضاربية؟ هل هو وقت جيد لتغيير مراكز أم ماذا؟ الحقيقة لو راجعنا من بداية يعني من بداية أو قبل شهرين، كانت السيولة في تناقص لحد الأسبوع الماضي، كان يعني من بداية إن صح التعبير الربع الأول كانت السيولة نسبيا عالية. الربع الأول في سوق دبي وصلنا إلى أكثر من 40 مليار قياسا ب 38 مليار في السنة الماضية لنفس الفترة. الأسبوع الماضي كان في سوق دبي معدل سيولة تقريبا 3.1 مليار، عدينا هذا أعتقد بهذه الأسبوع راح نعدي هذا المستوى، ويبدو أن هناك دخول أجنبي على بعض الأسهم المنتقات. ومن غير المؤكد، وأنا أتوقع لأن هذا غير مؤكد لحد الآن، أتوقع أن هذا الدخول مضاربي. الموضوع يرتبط، أنا أعتقد لدينا تاريخ مفصلي اللي هو تاريخ اجتماع الدوحة. في حالة وجود هذا الاتفاق الذي أعتقده سيكون هش، إن حصل سنواصل الارتفاعات لفترة ثم ننتظر النتائج. النتائج أنا أعتقد قسم منها وخصوصا في القطاع العقاري، الشركات التي لجأت إلى استخدام إعادة التقييم لتعزيز أرباحها أو تخفيض مخصصات لتعزيز الأرباح لن تتمكن أن تفعل ما فعلته في الربع الماضي في هذا الربع، وبالتالي قد تتأثر أرباحها إلى حد ما سلبا، لأن السوق لا يزال في طور التعافي. التعافي الحقيقي قد نشهده في الربع الثالث والربع الرابع في القطاع العقاري. نعم، نعود إلى أساسيات الشركات. الربع الأول أيضا في انتظار يعني انتهاء من إعلان نتائج الأعمال. الأثر المالي المنتظر على الشركات المتأثرة بتراجع أسعار النفط وبتحجيم الإنفاق الحكومي اللي بدأت تظهر بوادره مع مطلع 2016. صحيح، لكن يعني أنا أتوقع يعني خصوصا بالنسبة لأسواق الإمارات، أعتقد التأثير النفسي أكثر من التأثير الفعلي ما يحصل. يعني هذا الارتباط اللي تحدثنا عنه ارتباط قوي لا ينسجم مع واقع الحال، بأن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات يشكل فيه النفط بحدود 30 إلى 35% تقريبا. فالارتباط هو ارتباط نفسي كما تفضلتي، هو أنه احتمال يكون هناك تقليل للإنفاق الحكومي وبالتالي ينعكس على المشروعات بشكل عام التي تتخذها الشركة. ذكرت سابقا أنه حتى معامل الارتباط يعني يشكل هو حاجز نفسي فقط وليس شيء محسوب. ليس بالضرورة أنه قابل للتفسير. نعم صحيح، ليس بالضرورة أن نجد تفسير منطقي لما يحصل، ولكن هناك تأثير ولكن ليس بهذه الشدة أنه يصل إلى النصف. الارتباط عند قريب من حاجز 90% يعتبر قوي، لكن السؤال رولا أعتقد أنه الموضوع الشركات خصوصا المصارف تتأثر من حيث السيولة، واحتمال إذا تأثرت سيولة المصارف سيكون هناك رفع لمعدلات الفائدة. لقد لا يظهر الأثر مباشرة في الربع الأول، ولكن ربما على الربعين الثاني والثالث من هذا العام. نعم، ونشكرك جزيل الشكر سيد وضاح الطاحة على هذه المشاركة. شكرا لكم. شكرا للاستضافة. طبعا سنبقى مع ارتفاع
أرباح مجموعة المستثمرين القطريين المدرجة في بورصة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 18.7% مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام السابق. أظهرت مشاهدين البيانات المالية الصادرة عن الشركة أن صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2016 بلغ 74,850,000 ريال مقابل 63,080,000 ريال خلال نفس الفترة من العام 2015. وتباينت توقعات المحللين لنتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر للربع الأول من العام الحالي. التفاصيل مشاهدينا مع زميلة رولا الطراونة. البورصة القطرية والمتابعين لإعلانات النتائج في انتظار الإعلان عن أبرز النتائج المالية خاصة للقياديات. نمر وإياكم بجولة على المتوقع من هذه النتائج في ضوء تحرك الأسهم لهذه الشركات خلال الثلاث أشهر الفائتة للربع الأول من هذا العام، وعلى رأس صناعات قطر القيادي الذي مر لدينا بتراجع خلال الربع الأول كسهم بحدود 4%. نلحظ أنه في منتصف يناير كبقية الشركات وكذلك الأسواق كمؤشرات كان لديها هبوط في منتصف يناير، مع نظرة واضحة لدينا بأنه إعلان الموازنات كان يشير إلى تقليص في الإنفاق، مما أدى لدينا إلى تراجع معظم الأسهم خاصة مع تراجع أسعار النفط في تلك الفترة. عاد السهم يسجل لدينا ارتفاعات واضحة، ربما وصل إلى أعلى إلى مستويات 110 ريالات، وذلك كان في مطلع مارس تقريبا من هذا العام، ولكن في الجلسات الأخيرة كان لدينا نوع من السلوك الأفقي لتحركات صناعات كما نلحظ. متوقع طبعا الشركة ستقوم بالإعلان عن نتائجها المالية في 20 من هذا الشهر، ونتوقع للشركة أن تتراجع لديها الأرباح ب 21% لتصل إلى 748.5 مليون ريال قطري. نتابع أيضا ولكن في قطاع البنوك، نعلم جيدا أنه مصرف الريان أيضا كان من الأسهم التي ينتظر الإعلان عن نتائجه في 19 من هذا الشهر، لكن ماذا عن حركة السهم؟ كما تابعنا على الصناعات وكبقية المؤشرات، منتصف يناير كان يشير لدينا إلى تراجع واضح في حركة السهم، مما أدى إلى بالمجمل لو ما استثنينا التراجعات في منتصف يناير لمعظم هذه الأسهم لما وجدنا التغير بالسالب يأتي لدينا. نسبة التغير في الربع الأول على حركة السهم 7%. السهم كان قد سجل لدينا أفضل مناطقه السعرية، كان في أواخر شهر فبراير من هذا العام على مستوى 37.45 ريال قطري، مع أنه أدنى مستوياته كان على 29.60 ريال قطري. التوقع هو ارتفاع في أرباح المصرف بواحد في المئة إلى 516,100,000 ريال قطري. أيضا ضمن الأسهم التي سنتابع الأداء فيها أريدو وقطاع الاتصالات، منتظر في 27 من هذا الشهر يعني أواخر هذا الشهر أن يتم الإعلان، هو ربما من جملة الشركات التي سجلت التراجع الأقوى خلال منتصف يناير من هذا العام، حيث وصلت القيمة السوقية للسهم إلى 64.30 ريال قطري، لكن استطاع أن يعدل من تحركاته في إطار أفقي جانبي كما نلحظ، ويسجل أعلى مستهدفاته السعرية خلال 3 شهور، كان ذلك في بداية هذا الشهر على مستوى 95 ريال، بنسبة تغير عن أدنى مستوياته بحدود 20%. والمتوقع هو تراجع في أرباح أريده ب6% إلى 469,700,000 ريال قطري. من قطاع النقل طبعا شركة الملاحة القطرية، متوقع النتائج في 23 من هذا الشهر، وأيضا في منتصف يناير كبقية الأسهم وكذلك الأسواق المؤشرات كانت لدينا النزعة إلى التراجعات في هذا السهم لتصل القيمة السوقية في الملاحة إلى 84.10 ريال، وأعلى مستويات سجلها لدينا كانت في نهاية فبراير على 98 ريال قطري، ليأخذ سلوك مختلف عن بقية الأسهم التي بقيت في إطار الارتفاعات ويتراجع من أعلى هذه المستويات. بنسبة تغير لدينا 5%. المتوقع هو أن ترتفع أرباح الملاحة فقط بواحد في المئة إلى 369,200,000 ريال قطري. فيما يتعلق أيضا في ذات القطاع النقل وناقلات أيضا القيادي، 19 من هذا الشهر سيكون موعد إعلان النتائج المالية للربع الأول، لكن ننظر إلى حركة السهم كيف بدت لدينا في 3 أشهر المنصرمة، وأيضا منتصف يناير كان قد سجل لدينا السهم تراجعات إلى مستهدفات 18.86 ريال قطري، ليصل لدينا الأعلى مستوياته السعرية في منتصف مارس على 23.99 ريال قطري بارتفاع 1%. متوقع أن تنمو لدينا أرباح الناقلات ب5% وصولا إلى 234 مليون و
200,000 ريال قطري. كانت هذه أبرز النقاط المتعلقة بالقياديات في البورصة القطرية وتوقعات إعلان نتائجها للربع الأول من هذا العام. ومشاهدينا إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام مسار السوق لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة.